صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة كبيرة في السن ليس عندها سوى زوجها وتشاهد أحيانا دروسا ومحاضرات للمشايخ، فهل يجوز لها مشاهدتها والانتفاع بها أم أن في ذلك حرج من النظر إلى الرجال؟ أحسن أنها تسمع للمسجل وللإذاعة لما فيها تصوير، هذا أحسن لها وأبرأ، واللي في التلفاز هو موجود في الإذاعة وبرامج الإذاعة، صوت بلا صورة. نعم.